كلنا عارفين ان اي ازمه بتمر بيها مصر سواء غلاء اسعار او نقص في السلع وغلاء في المعيشه سببها الاساسي السوق السوداء وسعر الدولار امام الجنيه. طب يا ترى تفتكروا بعد قرار التعويم الاخير للدولار ممكن يرجع لسابق عهده وينزل سعره ل7 جنيه؟ الاجابه فيها مفاجآت، خليكم معانا. كتير من المصريين لسه فاكرين سعر صرف الدولار لما كان عامل 3 جنيه و70 قرش، وده كان في بداية الألفينيات، وكمان لما كان عامل 7 جنيه في 2014، وفي 2016 لو فاكرين سجل سعره حوالي 17 جنيه بس. والسؤال بقى هو احنا ممكن نشوف الأسعار دي مرة تانية للدولار؟ الإجابة هي أيوة، بس الأول خلينا نشرح لك إزاي الأزمة حصلت وليه الدولار بدأ يستقر دلوقتي. زي ما احنا عارفين إن الدولة مرت بأزمة في نقص العملة بسبب تراجع تحويلات المصريين بالخارج واللي بدأت تدخل البلد عن طريق السوق السوداء، ودي كانت ضربة قوية جدا لسوق الصرف في مصر، واللي بسبب نقص العملة كان بيعاني، وده خلى يكون في فرق كبير جدا في السعر الرسمي للدولار وسعر السوق السوداء. والأكيد إن مصريين كتير بالخارج للأسف استفادوا من فرق السعر ده وحققوا مكاسب من الأزمة. لكن الوضع اتغير تماما بعد قرارات التعويم وانهيار السوق السوداء للعملة تماما، وشفنا ازاي الدولار في البنوك بقى أعلى من السوق الموازية. ورغم ان كل الناس كانت بتراهن على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وفي تجار كمان اشتروا دولارات بمبالغ طائلة خسروها كلها لما السعر نزل، والبيانات بتأكد ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدأت ترجع مرة تانية للبنوك زي الأول، وده معناه ان حصيلة الدولار في البنوك هتزيد، والعشرة مليار دولار اللي البلد فقدتهم السنة اللي فاتت من تراجع تحويلات المصريين بالخارج راجعين للسوق المصرفي من تاني، وهتنعش خزينة الدولة، وده هيدعم الجنيه أمام الدولار بشكل كبير. الحقيقة إنه في ناس كتير مش قادرة لسه تستوعب لغز نزول سعر الدولار وانهياره في البنوك وكمان السوق السوداء، وده بعد ما وصل سعره ل47 جنيه النهاردة. وعشان حضرتك تتأكد إننا مش بنبالغ، تعال كده مع بعض نشوف إيه اللي حصل في السوق السوداء وليه الدولار نزل 70 جنيه لغاية ما وصل ل47 جنيه دلوقتي. في البداية كده خلينا أقولك إنها لعبة عرض وطلب، ولما الحكومة قدرت إنها توفر كميات كبيرة من الدولارات لدرجة إن بنوك عالمية كشفت عن تخطي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر 60 مليار دولار، وعشان كده شفنا الأسعار نزلت على طول. وبكده يبقى لو الدولة قدرت توفر مليارات الدولارات وحصل وفرة كبيرة، سعر الدولار عادي يرجع ل7 جنيه وممكن كمان 15 جنيه، لأن الموضوع اقتصادي بحت وفيه 1+1=2، والسعر ينزل لما العرض يزيد والعكس صحيح. وعشان كده المنطق بيأكد إن سعر الدولار هينخفض الفترة اللي جاية، خصوصاً بعد زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك واللي هتدعم البلد الفترة اللي جاية. انتم بقى ايه توقعات حضراتكم لأسعار الدولار الفترة اللي جاية؟